بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. اليوم إن شاء الله راح نشرح موضوع الـ Overloading Function. موضوع بسيط. هون قاعدين نستخدم بنينا كلاس، طبعا هاي كودات دكتور نبيل عساف. هون عملنا كلاس ستودنت، هذا كود كثير بسيط. كلاس ستودنت معرفين فيه public و private. الـ public عملنا فيه constructor student، هاي من نفس اسم الكلاس، وعطينا قيمة 0. وعملنا هون function print عادي بطبع، وعندي هون معرف ال private. بال private ايش؟ grade، علامة. بال implementation شو محطوط؟ هاي تعريف ال constructor وتعريف ال print. ال constructor بس نعطي علامة grade، وال print يطبع ايش؟ العلامة. بال main هون عاملين object معطينا قيمة 10، هون object ثاني عطينا 20، هون يطبع علامة الأول وهون علامة الثاني. فلو عملنا run راح يطبع علامة الأول 10 وعلامة الثاني 20. طيب الآن تتذكروا زمان لما كنا نبني، مثلا نبني أي إشي مش تابع لكلاس عادي، مثلا بدي أبني function print، أحكي void print وأكتب اللي بدي إياه جواته عادي طبيعي، صح؟ طب لو أنا بدي أبني هسا function print، يكون يعني أنا هسا لو بدي أبني هون مثلا void وprint print g، حلو. طبعا هون بقدرش اكتب implementation تاعها، هي هون بس عملنا prototype. هون اجيت بدي اعمل implementation، هي void و print g، بدي احكي له see out the grid. شو عمل؟ ضرب ايرور. ليش؟ او grid كاتب غلط، ضرب ايرور. راح يضرب ايرور هسه. ليش؟ لانه grid اشي private، ما بقدر اعمل له access. طب كيف انا ممكن ابني فانكشن، هي فانكشن يكون مش تابع لكلاس واقدر ادخل على الاشياء ايش؟ الاشياء البرايفت، او اقدر اعمل اكسس للاشياء لكل الاشياء بالكلاس كاني موجود بهذا الكلاس عن طريق شيء اسمه فريند فانكشن. شو يعني فريند فانكشن؟ الان انا الفانكشن هذا اللي كنت بانيه هسه برا بدي ارجع ابنيه هون، احكي void print جي على سبيل المثال، حلو. هذا الفانكشن هسه هيك طبيعي كانه من نفس كلاس ستودنت. لو اجيت هون حطيت قبليها كلمه فريند، تمام، بطل من ضمن هذا الكلاس، صار كانه شيء برا بس بيقدر يعمل اكسس على الاشياء اللي جوا. طيب انا بدي اياه يعمل اكسس على اشياء من نوع ستودنت، وعلى سبيل المثال اسميه فيرست، تمام. إذا هسه لما أبعت له راح أبعت له إشي من نوع student، وهذا الإشي بقدر أدخل على الأشياء اللي بدي إياها، grade أو أشياء ثانية هون معرفة اللي بدي إياها. لو نروح نكتب الـ implementation تاعه، لاحظوا كيف الـ implementation بيكون void print g student first، وهون حكيت له see out grade equal، وهون اجي احكي له first dot grid، مع انها private بس عادي بقدر اعملها access. لاحظوا اني كتبت void print g فورا، لا كتبت student والنقطتين ولا اشي زي هون فوق. ليش؟ لانه هذا function مش تابع للكلاس، هذا function انا حاطه جوا كلاس بس هو friend function، يعني مش تابع لهم، تمام؟ تمام. فلو بدي اعمل call هسا له، كيف ممكن اعمل له call؟ بكل بساطة زي ما كنا تتذكروا بالفيديوهات اللي زمان، اللي ما كنا نبني الفانكشن جوا الكلاس نبنيه من برا، نيجي نكتب اسم الفانكشن كول، هي الفانكشن نفسه، ومن جوا بعت له القيمة اللي أنا بدي إياها، تمام. على سبيل المثال أنا بدي إياه يعمل print g لمين؟ لأسود. شو اللي بيصير هون بالضبط؟ ننسى هذا كأنه مش موجودات. بيروح هذا عبارة عن كول، كول طبيعي print function، في اسم function اسمه print g، ببعت له هون s1، بيروح على function print g. s1 حطه هون جوا first، لما حطه جوا first s1 يعني صارت ال first هي عبارة عن s1، s1 او ال first هي اشي من نوع student، فلما ادخل صارت جوا ال first، باجي بحكي ال first اللي هي من نوع student dot grade اطبعها. اذا هذا شو راح يعمل؟ راح يطبع قيمة ايش؟ الجريد تاعت اس 1. نفس الشيء لو جيت حكيت له برنت جي
اس 2 شو اللي راح يصير؟ راح يبعث الاس 2 هون على فيرست. الفيرست من نوع ستودنت، بدخل هون بحكي الفيرست دوت جريد وبطبعها. اللي صار كالتالي، اني انا ما استخدمت فانكشن مبني جوا الكلاس، استخدمت فانكشن موجود برا الكلاس. هذا كانه مبني هسه ايش؟ برا الكلاس. بس كلمة فريند حطيته جوا الكلاس وحطيت كلمة فريند، هذا الاشي شو بخليني؟ بخليني اعمل اكسس على اشياء جوا الكلاس كاني ممبر طبيعي بهذا الكلاس. هاي فكرة ايش؟ فكرة الفريند فانكشن. لو جربنا نعمل رن، عمل رن طبيعي، طبعا 10 و20 العلامات الطبيعية طبعا. تمام؟ هسا احنا لحد الان كود تاعنا شغال 100%، بس بتتذكروا هذا الحكي شرحناه بالفيديوهات قبل. لما انا بدي ابعت قيمه، شفتوا العشقه اللي بتصير هون؟ انه بمسك اس 1 بيروح بحطه جوا فيرست، ومن جوا فيرست بدخل هون بعديها على جريد. هذا الاشي يعني بيعمل شويه لود على الميموري. احنا كودنا شغاله 100% صح، بس هذا الحكي شرحته قبل، انا بديش ارجع اشرحه بالتفصيل. بس شو كنا نعمل؟ تذكروا لما كنا حطينا هون باي ريفرنس وهون باي ريفرنس؟ ليش؟ عشان اخفف لود على الميموري، ما اني اضل ايش حاط انه جوا الميموري هاي القيمه وارجع هون استدعيها. لا خلص، باي ريفرنس بتخفف على الميموري. تمام، برضو عشان ما يصير في تغيير على القيم بحط هون كونستانت وهون كونست، عشان ايش؟ ما اقدر اعدل على اي قيمه هون جوا الفانكشن هذا، عشان تكون كل القيم تاعتي صحيحه. تمام هيك يا جماعه. اذا الفكره ما فيها، الفريند فانكشن هو عباره عن فانكشن عادي بيكون مش تابع للكلاس، بس فعليا بيقدر يعمل اكسس على كل الاشياء اللي بالكلاس، عشان هيك اسمه فريند، يعني زي كانه صار صديق لهذا الكلاس، بيقدر يدخل على كل الاشياء المقربه لهذا الكلاس. ويعطيكم ألف عافية.